القاهرة أستضيف الآن زيد الذاري، وهو سياسي يمني ورئيس ملتقى الوئام الوطني اليمني. مساء الخير أستاذ زيد، أولا تعليقك على ما جرى اليوم في الضاحية الجنوبية. مساء الخير أستاذ سامي، لا شك أن هذا انعطافة كبيرة في مسار الأحداث وتطورات الصراع في المنطقة، ولا شك أنه سيكون له تداعياته وتبعاته التي قادت إليها حالة الجنون الإسرائيلي الذي بدأ باستهداف غزة بذلك الإجرام الذي ظل العالم متفرجا أمام هول المذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمثل والأخلاق والضوابط القانون الدولي وما شهده العالم، ما شهدناه من حالة التفرج التي قادت إلى أن تتدحرج الأمور إلى دخول أطراف أخرى في إطار هذه المعركة تحت عنوان الإسناد الذي شارك فيه حزب الله وأنصار الله من اليمن والعراق. ولا شك أن ما حدث اليوم يمثل قمة جبل الجليد في مستوى تطور الصراع، ولا أدري هل هي بداية النهاية أم هي نهاية لمرحلة والبدء في سياق حالة لاستمرار الصراع بشكل أعنف. أنا ربما في هذه اللحظات أعتقد أن أمام علو صوت الجنون والمدافع والإرهاب الإسرائيلي المغطى أمريكيا آن الأوان لصوت العقل والحكمة والاحتواء أن يرتفع في هذه اللحظات، وأن تتضافر الجهود من كل محبي السلام والاستقرار وأصحاب المصلحة الحقيقية في استقرار المنطقة واحتواء تداعيات هذه الأحداث إلى أن يتداعوا لخلق مناخات تفضي إلى مسار يحقق المصلحة للجميع. الواقع أن ما حصل طيب أستاذ زيد في كل الأحوال أثبت. اسمح لي بالمقاطعة. نعم اسمح لي بالمقاطعة أستاذ زيد، يعني حضرتك تدعو إلى العقل، إلى الحكمة، إلى كلام الدبلوماسية، كلام السياسة، وكلامك هذا في الواقع يتناقض تماما مع الرأي الآخر الذي يعبر عنه الحوثيون أنصار الله بأن يصعدوا المعركة العسكرية، ويعتبرون أنه لا حل مع نتنياهو ولا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا بقصف مناطق حساسة. وأمس أطلقوا يعني صاروخا باتجاه تل أبيب. لذلك أنا أسألك، هل ما زال الكلام السياسي مفيدا الآن لوقف هذه الحرب، أم الكلام العسكري كما يريده الحوثيون والمحور الذي في الواقع يمتد من بيروت إلى اليمن إلى العراق إلى حد ما إلى بعض المناطق السورية إلى طهران؟ السؤال كبير أستاذ سامي. أنا أولا أريد أن أوضح، أنا أتحدث بصفتي الشخصية وأنا أعبر عن قناعتي وعن رأيي، وأنا حينما أقول هذا الكلام لا شك وأدعو إلى العقل وإعمال السياسة، لا شك أن هذا الطرح قد يكون غير مرحب به في لحظته، ولكن أنا أعتقد برغم ما يمكن أن ينعكس ويحتاج إلى من يقوله إلى أن يتحمل مسؤولية هذا الطرح في ظل حالة الانفعال والآلام والجراحات، ولكن الأفق الذي يمكن أن ينطلق منه الإنسان ليرى ما وراء كل هذه التطورات وهذه الأحداث، أنا أؤمن أن الحوار وأن الاحتواء وأن العقل والحكمة والمحافظة على ما تراكم لدى الأطراف بهذا القدر أو ذاك من قوة هو كفيل بأن
يمنع مزيد من الانزلاق نحو الخراب والدمار باعتبار فارق القدرة والقوة والإمكانيات والغطاء الذي توفره عوامل الدعم للأطراف الأخرى. فهذا ما أرى أنه سيكون الأسلم والأصوب. قد يكون من المتفهم أن ينتهج أطراف المحور، وما يحصل في اليمن لا شك أنه مرتبط بتطورات المحور، لكن نحن نرى اليوم وبكل وضوح منطقا جديدا تعبر عنه السياسة الإيرانية المستجدة، وعلى يعني لسان رئيس جمهورية إيران الإسلامية ومن الأمم المتحدة وفي عقر الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية الإيراني ومستشار الاستراتيجي للرئيس الإيراني، كلها تتحدث بلغة ولهجة تدعو إلى فتح صفحات من التلاقي بهذا القدر أو ذاك. أنا ما أريد أن أقوله في هذه اللحظة بكل الآلام، برغم يعني ضبابية ما حصل اليوم وما يمكن أن تسفر عنه نتيجات ضربة بيروت، لكن أقول أن ما تفرضه المسؤولية على كل دول المنطقة وكل شعوب المنطقة هو أن نبحث عن لحظات التلاقي ولحظات الاحتواء ودفع الصراعات وفي كل الأحوال التهديد في وامتلاك القوة لا يمكن أن يوفر أمن لأي طرف من الأطراف. ما يوفر الأمن هو التلاقي، هو لغة العيش المشترك في على مستوى البلدان والأقطار وعلى مستوى دول المنطقة الرئيسية، وأيضا بالبعد ما يمكن أن يكون أكثر قربا وتأثرا معنا في منطقتنا، وهو الاتحاد الأوروبي الذي أعتقد أنه صاحب مصلحة كما نحن في مسألة التلاقي. وأنا عفوا، شكرا جزيلا لك أستاذ زيد الزاري، لمصلحة حتى القوى. شكرا جزيلا، تفضل آخر شيء. نعم تفضل أختم. ما أريد أن أقول أنه الفر ما أريد أن أقول أن القوى والأطراف في حالة صراع، القوى الكبرى تعيش الأمم والدول الكبرى حالات من الصراع العسكري وغيره، وفي لحظة ما تكون هناك فرص سواء للقوى أو للدول الصغرى التي تراكمت مستوى معين من قوتها أن تفكر بطريقة أخرى، وأيضا على القوى التي استهدفتها والدول التي استهدفتها شكرا جزيلا لك أن تفكر بطريقة أخرى غير اللغة وغير القوة الصلبة. نعم. وصلت الرسالة أستاذ زيد، الخروج بما يمكن أن يحقق مشتركات للجميع. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك أستاذ زيد الذاري السياسي اليمني رئيس ملتقى الوئام الوطني، كنت معنا من القاهرة.